حبيبي سيدنا النبي حسن الجمال هو الجمال كله حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال أصل الجمال أصل الجمال هو الجمال كله لما القمر يوم ظهر لما القمر يوم ظهر كان نور من ظل حبيبي سيدنا النبي أصل الجمال هو الجمال هو الجمال هو الجمال كله. يظل الابتهال الديني يدخلك في حالة روحانية وحالة إيمانية جميلة، خاصة في الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم. النهاردة بنواصل معاكم أصوات من السماء، النهاردة صوت جميل جدا، أحد المنشدين صغار السن هو مصطفى محمد 17 سنة من محافظة الغربية. اهلا بيك يا مصطفى وكل سنه وانت طيب. كل عام وحضرتك بألف خير وصحه وسعاده يا رب العالمين. كلمني في البدايه ازاي دخلت في مجال الانشاد الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله ابتديت في مجال الانشاد الديني بدايه يعني كان مجال القران الكريم، وهو من سن 6 سنوات بدات حفظ القران الكريم طبعا كاملا بفضل الله، ثم بدات بعد ذلك بسماع اذاعه القران الكريم كثيرا، فقمت بمحاكاة الشيخ نصر الدين طبار والشيخ محمد عمران، وكان من أحب المدارس إلى قلبي يعني الشيخ محمد عمران عليه رحمة الله. ولذلك يجب على كل منشد أو على كل مبتهل أن يوصل للمستمع الإحساس، الشجن، الطرب، بحيث يفهم معنى اللي بيقوله. إذا أنت كده بدايتك كانت مع حفظ القرآن الكريم، إزاي ده أثر في مخارج الحروف بتاعتك وخليتك تبقى تجيد فن الإنشاد الديني؟ والله بإتقان أحكام التلاوة بداية يعني، مخارج الحروف بإتقان أحكام التلاوة، فبفضل الله تعالى يعني حبيت الابتهالات الدينية وسماع التواشيح لسيدنا الشيخ سيد النقشبندي، وكان من أشهر ابتهالات الشيخ سيد النقشبندي مولاي. إمتى تحديداً دخلت في مجال الإنشاد أو بدأت تنشد أول أنشودة دينية لي؟ والله يمكن وأنا عندي 12 سنة كده بدأت يعني، الفضل يرجع للمدرسين عندنا في المدرسة وكده، بفضل الله يعني بدأت أشارك في الإذاعات المدرسية ثم الحفلات المدرسية وغير ذلك، فتطورت إلى حد ما إلى تسجيل بعض الفواصل في بعض القنوات الفضائية وغير ذلك يعني. لو كلمنا كمان عن الإنشاد الديني، شايف مين قدوتك من المنشدين الدينيين؟ قدوتي طبعا الشيخ محمد عمران يعني، لأن الشيخ محمد عمران حسيت في صوتي أن في لمسة، طبعا إحنا يزيدنا شرف أن يكون صوتنا مثل الشيخ محمد عمران عليه رحمة الله. هل بتحب الإنشاد كمان اللي هو من التراث القديم شوية ولا الإنشاد الحديث؟ نعم، بحب التراث القديم أفضل من الحديث، لأني يعني حالياً يعني بدون تفاصيل بعض المنشدين بقى بيستخدموا فلاتر وأوتوتيون وغير ذلك، فهذا يعني لا يصح تماماً لمنشد أو قارئ. أنت كمان دخلت في مسابقات دولية في مجال الإنشاد الديني وفزت كمان بمراكز أولى، كلمنا عن المسابقات اللي شاركت في مسابقة السعودية، حصلت على المركز الأول طبعا عالميا، ثم بعد ذلك بدأت بعض الجرايد والصحف بعمل معايا بعض اللقاءات،
ثم تطورت إلى الحمد لله بفضل الله يعني حاليا في تسجيل بعض الفواصل في بعض القنوات. لو كلمنا كمان عن الفن المقامات، أنت شايف نفسك المقامات أنت دارس منها إيه أو عارف منها إيه، وإيه اللي تقدر تجدو بيه من فن المقامات لإنشودة معينة؟ والله المقامات يعني أنا مش متفرع فيها جدا، نظرا إني لم ألتحق بمدرسة الشيخ محمود التهامي، لأن هي أول المدارس اللي ما شاء الله خرجت بعض الدفعات من المنشدين، ربنا يبارك في عمره يعني. فأنا في المقامات إلى حد ما يعني أعلم. طب عايزين نشوف كده أنشودة تجدوا بيها وتقول لنا دي من مقام معين. فريح الزمان اليوم حان الموعد، فريح الزمان اليوم حان الموعد، عادت لنا ذكرى الزمان اليوم حان الموعد، عادت لنا ذكرى ما شاء الله عليه. دي من مقام ايه؟ دي من مقام بياتي ثم بدرجة السنكار حجازي. هل انت شايف لو انت كنت درست في مدرسة الانشاد الديني كنت هتستفيد اكتر؟ طبعا هيبقى في ارتكاز سنة ثم هيبقى في اتقان اكثر، لان طبعا مقامات صوتية بتزيدك خشوع اكثر وتجعلك يعني هو مش شيء اساسي، بس انا في بدايتي حبيت ان انا يبقى ليا نبرة صوت معينة، بس بعض من الزمايل والإخوة المنشدين في المجال نصحوني أني أتعلم المقامات الصوتية، وبإذن الله نتعلمها يعني ونبقى أكثر إتقانا. لو حبينا نسمع حاجة كمان للشيخ سيد النقشبندي أو نصر الدين طوبار تقول لنا إيه؟ عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك، مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي، مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ بي إلاك يا سندي. ما شاء الله عليك، يعني رائع جدا، صوتك قوي. قول انت ورثت الصوت القوي ده عن مين، او مين في عيلتك صوته قوي زيك كده؟ والله موهبه يعني، الفضل يرجع الى والدي ووالدتي طبعا، هم كان سبب في نشأتي في هذا المجال وفي هذا التراث، خاصه التراث الديني. ثم بعد ذلك يعني انا والدي ما لهوش علاقه ولا اي حد في العيله له علاقه بالانشاد الديني ولا القران حتى، فدي موهبه يعني ربنا اعطاها لي الحمد لله يعني. طيب انت شايف ازاي مستقبلك في مجال الانشاد الديني؟ والله مستقبلي في مجال الانشاد الديني انا احلم ان امثل جمهوريه مصر العربيه طبعا في بعض الدول، خاصه في القران الكريم والانشاد الديني. وايه طموحك كمان كمنشد ديني على مستوى مصر والوطن العربي؟ بإذن الله الفترة الجاية يعني احنا نتمنى ان احنا نسجل في بعض يعني مثلا دار الأوبرا المصرية، في بعض الحفلات الكبيرة بحضور مثلا الشيخ محمود التهامي، بعض من المنشدين الكبراء طبعا، ويزيدنا شرف يعني. هل لك أناشيد خاصة بيك او كلمات او ألحان؟ والله لسه لم يحالفنا الحظ اني اسجل بعض الأناشيد في بعض الاستوديوهات او غير ذلك.
بعض المنشدين ممكن يستخدموا بعض الآلات الموسيقية زي العود مثلا. نعم. والبعض الآخر بيفضل هو ينشد بدون أي آلات موسيقية. أنت بتفضل مين أفضل؟ لا أنا بفضل والله بدون آلات موسيقية، ولكن في أحيانا بيبقى مثلا في مثلا فرقة بيبقى لازم محتاجين آلات موسيقية، ممكن يكون الصوت ما بيحلاش إلا بالآلات الموسيقية، ولكن يعني هي فيها اختلاف شوية، فنظرا عن ذلك نفضل الأناشيد بدون الآلات الموسيقية. دلوقتي 17 سنة وإن شاء الله ربنا يكرمك تخش الجامعة، هل هتخش حاجة في الجامعة برضو دراسة أكاديمية طبعًا. في علم الأصوات أو في مجال الإنشاد، ولا أنت هتخلي يعني مجال الإنشاد هو موهبة والدراسة حاجة تانية؟ لا والله، هو الدراسة طبعا شيء أساسي يعني، ثم يعني يجب أن يكون في اجتهاد ما بين الدراسة وما بين الإنشاد الديني أو القرآن، فيعني الاثنين معايا بإذن الله. احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله نشوفك منشد كبير ومشهور وتمثل مصر في مختلف المحافل الدينية والدولية والعربية. كان معانا المنشد مصطفى محمد من محافظة الغربية، واحد من المواهب الشابة في الإنشاد الديني. انتظرونا ولقاء آخر وأصوات من السماء. الله ربي للهدى يهديني، الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي فضله تقويني. قد جئت للدنيا وإليه أخشى قانتا متبتلا، فعبادة الرحمن أصل الدين، ويسبح الرحمن بجلالة الرحمن، بجلالة الرحمن في التكوين.